التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية الذين أنهوا دراساتهم بها، حيث دار حوار مفتوح أجاب فيه الرئيس السيسي عن استفسارات الطلاب بشأن مختلف الأوضاع المحلية والدولية. وأوضح الرئيس السيسي أن حماية الأمن القومي عملية مستمرة، مؤكدا أن التماسك ووحدة الشعب هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجية للدولة والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن. في إطار استعدادات الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024، وفي ضوء حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستويات التأهيل العلمي والثقافي للطلاب، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من طلاب الأكاديمية، حيث دار حوار مفتوح شمل مجمل الأوضاع والتحديات الدولية والمحلية التي تمر بها المنطقة. ألف مبروك، إن شاء الله يعني نفرح بيكم بتخرجكم، وإن شاء الله تبقوا إضافة كبيرة جدا للقوات المسلحة بالجهد اللي اتعمل خلال فترة إعدادكم في الكليات خلال السنين اللي فاتت، وإن شاء الله توفقوا في حياتكم العملية. حيث تناول اللقاء ثوابت السياسة المصرية بالتوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات والصراعات في المنطقة. إحنا لينا ثوابت في سياستنا الخارجية، الثوابت دي تتسم دائما بالاعتدال والتوازن في معالجة قضايا، سواء كانت القضايا دي على مستوى الإقليم اللي هو منطقة الشرق الأوسط أو على مستوى العالم، وبيكون دايما دورنا دور إيجابي يعني لإنهاء الأزمات وحلها مش لتصعيدها. دي ثوابت احنا ماشيين بيها في سياستنا الخارجية، والحقيقة دي مقدرة من دول العالم كلها، انه بيحسوا ان مصر لها دور إيجابي في ان هي بتقومش ابدا بالعمل على صراعات او ازجاء صراعات او التآمر على الاخرين او التدخل في شؤون الاخرين دول. يعني انا بتكلم، طيب احنا بنحاول زي ما قلت اللي هو سياسة متزنة شديدة الاعتدال ما امكن، ومحاولة ان احنا نمارس دور ايجابي في انهاء الازمات على مستوى العالم. منطقتنا بتمر بمفترق طرق خطير جدا، وده يتطلب مننا كلنا ان احنا ننتبه لده وللعمل على ان احنا نوجد زي ما قلت حوار استراتيجي فيما بيننا كلنا للوصول الى حالة من التفاهم تجاه مصالحنا اللي اكيد مش متقاطعة مع بعضها البعض. بنبذل جهد كبير جدا، والجهد ده حقق اهدافه او حقق جزء من اهدافه مع الدول ديت ودول اخرى. وتناول اللقاء مبادرة حياة كريمة، وهنا حياة كريمة احنا كنا عاملين لها 3 مراحل. يا كم مرحلة؟ 3 مراحل. 3 مراحل، كل مرحلة 1500 قرية. كم؟ 1500 قرية. 1500 قرية في كل مرحلة، والتوابع، التوابع بتاعتهم حوالي 38-40 ألف تابع لل 4500 قرية دول. كم؟ حوالي احفظهم 40 ألف تابع، يعني ايه؟ اللي هي شوية البيوت اللي حوالين القرية في هنا وهنا 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 وكده. ماشي؟ وبدأنا مرحلة على ان احنا التكلفة المالية اللي محطوطة للموضوع دوت هتكلف 600 مليار جنيه. لما نزلنا على الارض يا احمد، الحجم حجم المطلوب ضخم جدا، وكان لازم نعمله في المرحله الاولى. احنا قربنا نخلص، فبدا كنا حاملين حسابنا ان تاخد سنه ونص، خدت 3 سنين، وخدت بدل 200 مليار جنيه حياه كريمه المرحله الاولى داخله في 400 مليار جنيه المرحله الاولى. طب المرحله الثانيه هتبقى كام؟ اكيد الرقم زي ده إن ما كانش أكتر، والمرحلة الثالثة كمان زيها. طيب إحنا بدأنا بأني قرى يا أحمد؟ إحنا بدأنا بالقرى الأكثر تضررا، الأكثر حاجة، وقلنا يعني كان العملية مش عملية إيه جينا، لا ده إحنا درسنا إيه القرى اللي إحنا ندخل فيها وديناها أولويات. المرحلة الأولى دي هي القرى الصعبة قوي، ثم القرى الـ 1500 التانيين هتبقى الافضل شويه، وثم المرحله الثالثه والاخيره ان شاء الله كده.
طب الرقم كام؟ الرقم زي ما قلت لك كده المتوقع للمرحلة الثانية 400 مليار. طبعا الظروف اللي احنا فيها ظروف صعبة يا احمد، وانا بقولها، لكن لا يمكن، لا يمكن، وانا باكد لك ده ان شاء الله، ان احنا هنتوقف على الخطة دي، خطة حياة كريم، لا يمكن. انما عايز اقول لك ايه، انا فقدت في الكام شهر اللي فاتوا دول من موارد قناة السويس بس اكتر من 300 مليار جنيه، اللي هم ايه، حوالي 6.5 مليار دولار، 600-700 مليون دولار شهريا في المدة دي كلها، ولسه. فده يعني خلاني بننهي المرحلة الاولى، لكن وابتدينا نخش على استحياء في المرحلة الثانية، لكن الخطة ماشية. يمكن قوة الدفع بتاعتها أقل شوية نتيجة الظروف اللي بحكي لك عليها، اللي بتمنى من الله سبحانه وتعالى إنها تنتهي. كما أكد سيادته على أهمية دراسة الرقمنة وعلوم الحاسبات للدخول إلى ميادين عمل جديدة. في الرقمنة بتتولد مليون فرصة عمل جديدة على الأقل في هذا المجال. كم؟ مليون فرصة عمل. وبالحقيقة إن فرص يعني إن يتولى أو حد يلتحق بهذه الوظائف مش كتيرة قوي. ليه؟ لأن مستوى التعليم المطلوب لممارسة هذه الوظائف مش كتير. وهنا على سبيل في مصر في بلدنا إحنا مهتمين جدا بالموضوع دوت، بإن إحنا يبقى موضوع الرقمنة والحاسبات ونظم المعلومات وكل الشغل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، كل العلوم المرتبطة بيها، احنا محتاجين نضخ فيها شباب وشابات اكتر كتير من الاعداد اللي بتخش، ونخلي مستوى التعليم اللي بياخدوه مستوى تعليم متقدم جدا، لان ده الفرص العمل بتاعته موجودة وموجودة من البيت. انت معاك الحاسب بتاعك ممكن تشتغل وتخاطب العالم كله وتقدم مواهبك وهم يطلبوا منك، ويبقى في اتفاق ويبعت لك المقابل بتاع الشغل اللي انت هتعمله له. تخيل، تخيل ان ده متاح دلوقتي ومتاح بالالاف الوظائف بمستويات مختلفه. وانا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده كتير، وقلت ان احنا في مصر لكل يعني الاسر المصريه، انتبهوا وعلموا اولادكم تعليم ليأخذوا فيه فرصة حقيقية للعمل، وعمل إيه ذو عائد ما عندكش فكرة. كل ما يكون يعني الحاصل على المؤهل سواء كان شاب أو شابة متقدم جدا في تعليمه، كلما زادت فرص إنه ياخد. أنا بتكلم على النظم وعلى هندسة الحاسبات وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى كل ما هو كل المجال ده، كل ما يكون المستوى التعليم متقدم جدا جدا، كل ما بيبقى عنده فرصة ان هو يشتغل وياخد عائد مجزي جدا جدا جدا. انا عايز اقول لك من غير ما اذكر دول، في دول المواطن فيها ياخد 3000 4000 دولار في الشهر، وفي دول تانية ياخد 30 40 الف دولار في الشهر. ده حاسبات ورقمنة، وده حاسبات ورقمنة، ولكن مستوى التعليم ومستوى التأهيل ومستوى الإجادة مختلف. كم؟ 30 40 ألف دولار في الشهر، و50 ألف دولار في الشهر كمان. طب ده معناه ده متاح لأبناء وبنات مصر؟ طبعا، بشرط أن هم يلتحقوا وبسرعة في هذا التعليم، والأهالي في مصر تحطوا هدف، الأهالي في مصر تحط هذا الموضوع هدف. وانا اتكلمت فيه كتير، والمفروض ان كل اجهزة الدولة كانت تشتغل لإلقاء الضوء عليه وللإشارة ليه ولمساعدة الناس على انها تاخد التعليم ده. إن انا قلت قبل كده الاهالي بتاخد ابنائها وبناتها يروحوا بيها المدارس او يروحوا بيها مراكز الدروس، يعني لو هم حطوا الجهد ده في الموضوع اللي بقول عليه اللي هو العلوم ديت والكليات ديت، واحنا متوسعين فيها بشكل كبير جدا، بس يهتموا بيهم وان هم في الاربع سنين بتوع الدراسه يشتغلوا معاهم بشكل قوي جدا، بحيث ان هم يبقى مستواهم
يحقق المعايير اللي بقول لكم عليها، انتوا هتجدوا فرص عمل ليهم وعوائد كويسه لمصر. وردا على سؤال من احد الطلبه بشان السلوكيات غير القانونيه لاستغلال المميزات التي كفلتها الدوله لسيارات ذوي الاعاقه، عربيه رغم ان هي فيها امكانيات كويسه بسعرها، بس الكلام ده يا جماعه مش صح. الموضوع ده مش صح، وترتب عليه الفكره دي نفسها لما الدوله ما عملتهاش بشكل متعمق في الدراسه. الناس اللي كان احنا بنستهدف ان احنا نساعدهم بظروفهم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اتحطوا فيها اتضروا. احنا فوجئنا بان ما يقرب من 160 200 الف عربيه دخلوا في خلال سنه ونص، الجمارك بتاعتهم 20 مليار جنيه، وتقريبا اللي خدوا العربيات ديت 10 12% من المعاقين، والباقي يا اما ورق مش مظبوط يا اما ادوا للمعاق حاجه وخد منه يعني بطاقته وخد منه كده وراح جاب العربيه. الكلام ده مش هيحصل تاني. انا مش بقول كده عشان انت ما تعملوش، لا انت المفروض ما تعملش كده. واكد سيادته على تماسك الشعب المصري باعتباره الركيزه الاهم للحفاظ على امن واستقرار الوطن. انا متصور ان الاختبار خلال ال 10 12 سنه اللي فاتوا رغم كل الظروف الصعبه دي هو متماسك ومتفاهم، وانا بقول له يعني بسجل لك ده والتاريخ هيسجل لك ده انك انت قدام كل الاجراءات اللي اتعملت وكل الظروف الصعبه اللي مرينا بيها فيها صامد ومستقر، ولازم نستمر في صمودنا واستقرارنا حتى نحقق بفضل الله سبحانه وتعالى اللي احنا بننشده من خير وتقدم وازدهار لبلدنا. الشعب المصري هو محور ارتكاز استراتيجي للدولة المصرية. الشعب المصري محور ارتكاز استراتيجي للحفاظ على الدولة المصرية، وبالتالي هو اللي بيحاول يعبس، اللي بيحاول يحرك، بيشتغل على ده. وزي ما قلت كده في زيكم شباب كتير جدا دلوقتي موجود بقى عنده 20 و25 واقل شويه، ده ما حضرش الحاله اللي احنا كنا موجودين فيها وحجم الخراب اللي احنا عشناه. هل بعضكم يعتقد ان يقول يعني هل هذا الموضوع هو المهم؟ انا عايز اقول لكم هذا الموضوع هو الاهم، هو الفهم، هو ده اللي هيخليك تصمد وتستحمل معايا لما ظروفك الاقتصاديه تبقى صعبه. هتستحمل، هتبقى عارف ان الموضوع مفيش حد، وانا قلت الكلام ده قبل كده على في مكان يعني او اي مسؤول حتى عنده فرصه انه يساعد الناس اللي عنده وما يعملش. كل سنه وانتم طيبين والف مبروك، وسعيد بيكم وسعيد باسئلتكم وفرحان بيكم. متشكرين، خلي بالكم من نفسكم، حافظوا على نفسكم، حافظوا على اسركم، لما تتخرجوا بالسلامه ان شاء الله قريبا ألف ألف مبروك لكم ولأسركم.